إذا لم تعملوا للقدس والأقصى الآن فمتى تعملون؟ حتى تفقدوها إلى الأبد؟ مدينة القدس سلطات الاحتلال تشدد عليها الخناق، فكيف ستكون الأحوال بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ لا شك أن سلطات الاحتلال هذا الكيان الغاصب سيتخذ هذا القرار ذريعة لمزيد من التجديدات، مزيد من مصادرات الأراضي، مزيد من إقامة البؤر الاستيطانية على تخوم هذه المدينة وداخلها، مزيد من تهجير المقدسيين وسحب هوياتهم، مزيد من منع تراخيص البناء. من تجرأ وأعطى إسرائيل القدس لتكون عاصمة لها قد يتجرأ يوما ويعلن المسجد الأقصى هيكلا لهذه الدولة الغاصبة. صمود المقدسيين مرتهن بصمود الشعوب العربية والإسلامية. الشعوب العربية والإسلامية قادرة على أن تصنع قراراً إذا ضغطت على صاحب القرار. المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، الاعتصامات حول السفارات الأمريكية في البلدان العربية بإمكانها أن تضغط على أصحاب الكلمة والسيادة في تلك الدول، مقاطعة البضائع الأمريكية التي توجد في الدول العربية للضغط على المصالح الأمريكية في المنطقة، مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي تغزو الأسواق العربية لضرب المصالح الإسرائيلية. يعني اللي ناوي يبدع في الدعم يبدع، سواء كان دعما ماديا أو معنويا ليعزز صمود المقدسيين في هذه المدينة. عند النصر في وقفتك، عند الفجر في نظرتك، أصحاب الأرض لحم العرض. انت القدس لبينا، انت القدس لبينا. الرباط ليس هو التواجد في ساحات المسجد الأقصى، وليس التواجد على مدرجات باب العمود أو في المناطق الحساسة التي تؤثر على صنع القرار، لكن الرباط على الثغر الذي يوجد عليه الإنسان. فكل إنسان فينا وكل مسلم فينا على ثغرة، خاصة أن هذا المسجد ليس مسجد المقدسيين والفلسطينيين وحدهم، هو مسجد للمسلمين جميعا، المليار ونصف مليار مسلم. بإمكان كل واحدة فينا وكل واحد فينا أن يسخر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرات لخدمة هذه القضية المباركة المقدسة. بإمكاننا أن نربي أبنائنا، أن نربي نحن وهم يربون أبنائهم على التوعية لهذه القضية، التوعية بخطورة هذا القرار على المدينة المقدسة، أنه اليوم هو مجرد قرار، غدا قد نصحو على فقدان مدينة القدس إلى أجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وسيكون ذلك بسبب تقصيرنا وتضييعنا لهذه الأمانة التي حملنا الله سبحانه وتعالى إياها. اللي ناوي يخدم هذه المدينة المقدسة وهذا المسجد المبارك بإمكانه أن يبدع في تلك الخدمة. فالحاجة أم الاختراع، بإمكانكم كما قلت سابقا تحض الأم أبنائها على الخروج في المسيرات، الاعتصامات، كل في موقعه، المعلمة في مدرستها، صاحب المقهى في مقهى، في المسجد، خطب الجمعة، كل منبر موجود بإمكاننا استغلاله، سواء كان منبرا إعلاميا، منابر التواصل الاجتماعي، منبرا معرفيا، القضاء، كله بإمكاننا استغلاله لخدمة هذه القضية المباركة. صاحبة قوة بإذن الله، كتابي ومسبحتي وسنتي بتعطيني القوة بإذن الله، بتقدر عليهم أكثر من أقوى أنواع التكنولوجيا، لأن أنا بدافع من إيمان على حقي. إلى الأمة العربية والإسلامية، نحن نعدكم بالثبات حتى الممات، بالثبات على هذا الطريق إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فعدونا أنتم، أعطونا أنتم وعدا، أعطونا وعدا بالثبات، بالاستمرار، بالتوعية لهذه القضية، بتربية أبنائكم، بمقاطعة البضائع الأمريكية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، بمحاربة التطبيع بشتى الوسائل والطرق، بتوعية أبنائنا إلى خطر هذا السرطان المنتشر في هذه المدينة المقدسة.